والله ما فيش مليون ونص يا جماعه. قول لنا الحقيقه طيب. بص ده بقى انا همسك بالرابي احلى ده يعني خصم. ايوه انت قال لي انا اشتريت منهم حاجات يعملوا لي خصم. فهل انا اشتري؟ لا طبعا. هل هيعملوا لي خصم؟ لا طبعا. يبقى ده حرام في حرام. حبيبي انت مكسر الدنيا الفتره اللي فاتت دي، وانا بقول لك مليون مبروك على النجاح اللي انت حققته. دول ايه بعد نجاح رياضتي والناس اللي ماشيه في الشارع دلوقتي ما لهاش سيره غير مصطفى ابو سريع. اللهم لك الفضل، ده فضل كبير من عند ربنا، مسؤوليه كبيره اتمنى احافظ عليها، واتمنى اخد خطوات تكون بتقدمني اكتر للناس، واكون بحترم الناس اكتر كمان في اختيارات الجايه ان شاء الله. انا بشوفك من الاشخاص اللي راضيه جدا من جواها. هل انت شايف ان خلاص مصطفى ابو سريع الخطوات اللي بياخدها دي بتثبت قدام الناس اللي هو شخص فنان فعلا من العيار التقيل اللي فعلا يقول انا يا جماعه موجود بقوه؟ والله اتمنى الناس الحمد لله واقفه جنبي، رد فعلها حلو معايا، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني. لكن عشان تقدر تكون مصطفى من السؤال العيار التقيل الكلام ده لازم اصنع تاريخ علشان يبقى العيار التقيل. لسه بحاول، لسه بنتعلم، لسه في افكار كتير، لسه ما اتجوزتش، لسه ما عملتش مشاريع، فلسه ان شاء الله باذن الله بحاول اثبت اكتر واكتر واكتر عشان يبقى العيار التقيل. اوكي، واحنا النهارده في مهرجان الغردقه، تقولي النهارده عن حضورك ورساله للشباب. والله انا بدعم اي مهرجان للشباب على مستوى المسرح، على مستوى السينما، على مستوى قصور الثقافه، لان احنا محتاجين يبقى في شباب موجودين، واحنا ما اكثر الموجودين عندنا في مصر، فاللي جاي شباب اكيد، وفي افكار مختلفه تماما. يمكن الشباب دايما هي اللي بتنورنا كلنا يعني. اتمنى ان شاء الله باذن الله يقدموا خيالهم، وان شاء الله باذن الله يكونوا داعم كبير للسينما المصريه. تقول ايه لكل الناس اللي عايزه عمر افندي جزء تاني؟ والله وانا والله كلنا عايزين، والحمد لله لما الناس بتحب عمل وبتتعلق بيه وبتصدقه، فاكيد اتمنى ان شاء الله. اعتقد ان انا لو خلصت على كده باذن الله في فكره كويسه. ده انت لسه قدر مصطفى حمدي يوصل لحاجه كويسه ان شاء الله، نتمنى كل احنا بين فتره اللي جايه. بحلم وانا صاحي. لا بجد يعني نفسك في ايه؟ نفسك الفتره اللي جايه عمل ايه؟ تقدم شخصيه؟ والله انا نفسي الشباب بامانه ياخدوا مكانتهم الحقيقيه، انا وبكون كتير جدا نفسي في سينما شباب كتير على مستوى السوق التجاري، ويبقى في تنافس كده لطيف، يبقى عندنا الاساتذه بتعمل افلام، عندنا الشباب بتعمل افلام مش فيلم شباب. انا كاحلامي كمصطفى ان شاء الله ربنا يكرمني واقدم مشاريعي في السينما وفي التلفزيون ان شاء الله. العتاوله 72 انه هيكسر الدنيا يا رب يا رب يا كريم. فيفا عبده ايه؟ هتقول ايه لفيفا عبده؟ اقول لها بحبك ربنا يكرمها، واضافه كبيره للعمل، وان شاء الله باذن الله الجزء الثاني يبقى اقوى باذن الله. بتمنى لك كل خير والتوفيق.